اقتصاد برغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها بلادنا، ومع ذلك ففي عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وبعد ذلك تم طرح صندوق قليل ما مكة العقاري، وهو صندوق استثماري عقاري مدر للدخل بقيمة تتجاوز 6 مليارات ريال، تم إطلاقه في سبتمبر الماضي. قبل ذلك كان لنا في بوابة مشروع بوابة مكة، قامت شركة سويكو الرائدة في مجال الخدمات الاستثمارية بالتعاون مع شركة بوابة مكة التابعة لشركة البلد الأمين المملوكة للدولة السعودية لتحديد إحدى أفضل أرض المخطط لتنظيمها والخدمات العامة لتوفير الحياة المستدامة تليق بمكانة مكة المكرمة بين مدراء مدن العالم. وسيتم منح الأراضي للمواطنين الراغبين بالسكن داخل حدود الحرم وللمواطنين العقاريين الباحثين عن فرص استثمارية. الذي بعد سعادة انتقال المشروع الأكبر اللي هو بعد الرؤية الاستراتيجية اللي كانت مشروع على سارة في عام 2015-2016 سعى بعد انجلال المشروع بتاعكم الآن. بأفكار ملكية خالصة. المشروع الآن بمخططه يقدم حوالي 112 مليون لتر مساحة إجمالية مقسمة إلى 10 مناطق للتنمية تنتج 180 شركة ومصنع تضع كافة طاقاتها في التطوير العقاري والتصوير والمقاولات والاستشارات والخدمات، وكل ذلك في خدمة هذا الوطن الغالي. تتكون مجموعة أرض المملكة من شركات أخوي عمر معروف استثمار في مكة استثمار آمن، وزي ما يقولوا كله بركة. وصلت كثير تساؤلات عن الصندوق هذا، فمحتاجين أحد يجاوبنا على الأسئلة هذه، فكيف الطريقة؟ أرقام التواصل حنعلنها مع الأخ عبد الله ويشرفنا تواصلهم، وبإذن الله إحنا بوابتكم إلى مكة.